أنت اقرأ تتثقف من جهل النبرة، فقراءتنا وثقافتنا أول أمر في القرآن. فلنتفكر فلنتأمل نتدبر نبحر نتخيل، آفاق المعرفة سماء نطلق فيها كل عنان، بالعزم بنور الإيمان بالجد بصبر وتفان، نتقن في علم في عمل فالله يحب الإتقان، بالعزم بنور الإيمان بالجد بصبر وتفان، نتقن في علم في عمل فالله يحب الإتقان. الله يذكر هذه الأيام بالخير. طبعاً هذا كان شكل كاتبنا وغرفنا في الثمانينات والتسعينات. تم اختراع الهاتف المحمول سنة 1994، وتم اختراع الكمبيوتر الشخصي في عام 1998، وفي عام 2007 تذكر أطلقت أبل أول هاتف ذكي في العالم، حيث تم دمج الهاتف والكمبيوتر بجهاز واحد، وحتى الآن تم بيع أرقام كبيرة من هذه الأجهزة. بعد ذلك تم وضع جميع الخدمات التي خطرت على البال وحتى التي لم تخطر على البال داخل الجهاز الذكي، واليوم ابتلع هذا الجهاز كل شيء. خلونا نسأل إتقان. إتقان، الله يمسيك بالخير، كم عدد الأجهزة الذكية في العالم؟ هناك نحو 15 مليار جهاز ذكي في العالم لعام 2023. انزين، كم عدد الهواتف الذكية في العالم؟ هناك حوالي 7 مليار هاتف ذكي في العالم. التطور التكنولوجي غير حياتنا وألغى الكثير من الأجهزة، وبعدما انتهت من إلغاء دور هذه الأجهزة انتقل إلى وظائفنا ليبدأ باستبدالها بالذكاء الاصطناعي وحتى الروبوتات. عالم متسارع والثابت الوحيد هو التغيير. الله يستر. دخلت التكنولوجيا حياتنا فأثرت على كل ما يحيط بنا، بدءاً من الأجهزة التي نستخدمها وصولاً إلى شكل المنازل والمدن التي نعيش فيها. هذا ما جعل التحول الرقمي أمراً ضرورياً اليوم عبر اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية. في مقولة عجبتني، أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي صناعة المستقبل. المستقبل مو بشيء مجهول إطلاقاً، بل هي خريطة طريق توصلنا إلى المستقبل. نحن الآن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندهم مشروع جداً مهم ورح يخدم دولة قطر بشكل كبير في التحول الرقمي والمدينة الذكية. اسم هذا المشروع المصنع الرقمي. عساكم على القوة أختي مشاعل الحمادي. هلا، مرحبا فيك. الله يقويك ويسلمك. الآن في توجه عام في دولة قطر، سواء من القطاع الخاص، من الحكومة، حتى من الأفراد، في التوجه إلى الرقمنة. وأنتم اليوم كوزارة، هل هناك بنية تحتية تتحمل كل هذه الرقمنة؟ أخوي علي، إحنا الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية بشكل كبير في البنية التحتية. استثمرنا سواء على صعيد الأجهزة، على صعيد البرمجيات، على صعيد التطبيقات اللي تم جلبها لقطر. الاستثمارات اللي انحطت هذه اليوم إحنا واثقين جداً إنها ممكن تطورنا وتنقلنا من المرحلة اللي إحنا فيها لمرحلة أرقى من ذلك بكثير. أعزائي، شهادة أمانة، يعني رحنا كوريا الجنوبية، رحنا فرنسا، رحنا أوروبا، رحنا أكثر الدول تقدماً ولا تقليلاً إطلاقاً بشأن هذه الدول، ولكن ما شفت إنترنت مثل جودة الإنترنت في دولة قطر.
إيش السر خلف ذلك أستاذ مشعل؟ يمكن الإنترنت هو أحد الخدمات اللي خلنا نقول الدولة استثمرت فيها وأتاحتها لكل المقيمين وكل اللي يعيشون على أرض قطر. الاستثمارات اللي انحطت في مجال الاتصالات كبيرة جداً وتدرس للأمانة. قطر تبوأت العديد من المراكز العالمية لما تجي على سرعة الإنترنت. اليوم إحنا من الدول الرائدة في سرعة الإنترنت، من إتاحة الإنترنت، من الوعي بالتكنولوجيا، أيضاً من الدول الرائدة في موضوع نضج الخدمات الحكومية اللي الدولة استثمرت أيضاً فيها وأطلقت عديد من الاستراتيجيات والعديد من التوجيهات للجهات الحكومية أنها تستثمر وتحط جهودها كلها في تقديم الخدمات للمستفيدين على أرض دولة قطر. شيء جداً جميل. موضوع ما أعلنتوا عنه ولأول مرة راح نتكلم عنه بتفصيل بسيط، المصنع الرقمي. وش هذا المشروع؟ فكرة المصنع الرقمي اليوم هي فكرة من يعني خلينا نقول الترند اللي صاير في التحول الرقمي. اليوم الجهات الحكومية كلها نفس ما قلنا استثمرت وحطت جهودها إن تحط الأسس الفونديشن الرئيسية للرقمنة أو للتحولات الرقمية. المصنع الرقمي فكرتها اليوم إنه يدمج كل هذه الجهود في منصة موحدة. الخدمات هذه مصممة على مراحل الحياة. يعني اليوم أنا كمواطن أبي أدخل أطلع شهادة ميلاد لمولود جديد عندي، أدخل على الموقع أقدم الطلب، يجيني البطاقة لين عندي، يجيني شهادة التطعيمات. وأنا ما راح أعرف وزارة الصحة أو من خلف هذا التطبيق؟ أبداً من غير ما تعرف. إحنا بنربط الخدمات اللي موجودة في الجهات الحكومية، بنطورها على أعلى مستوى موجود، بنعالج البيانات كلها اليوم في منصة واحدة بحيث أن الخدمات تكون استباقية وذكية للمواطن أو اللي يعيش على دولة أرض قطر. ما تعتقدين أن صرف مبالغ فيه نوعا ما للبنية التحتية وللإنترنت؟ صراحة لا، إحنا طموحنا وايد كبير، يعني حابين أن تكون قطر رائدة في مجال الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات وتكون هي المركز الرئيسي في المنطقة لتقديم مثل هاي الخدمة في المنطقة. نعم، يعني إحنا اليوم عندنا مراكز البيانات اللي موجودة من أكثر من مزود خدمة للحوسبة السحابية موجودين اليوم على أرض دولة قطر. الاستثمارات اللي انحطت هذه كلها فيها اقتصاد يجي لدولة قطر. أعزائي، في السابق 2006-2005 مثل ما ذكرتي أنت ذاك التاريخ كنا نأخذ المعاملة صحيح وروح نتعمل مخالفة مرور ونوقف في اللاين، وما كان حتى ما ناخذ كرت أبداً، نوقف لو سمحت كلم الضابط المخالفتي أدفعها. بعدين الدولة ارتأت أنها تقدم الموقع أدفعها من خلال الموقع، ومن ثم دخول الهاتف الذكي، دخل التطبيق الهاتف الذكي ودخلنا فيه. الآن إحنا وصلنا إلى مرحلة أن الدولة شافت أن هناك الكثير من التطبيقات المواطن أو المستفيد أو المقيم أو المستثمر ما يعرف أي موقع يدخل، سواء وزارة العدل، سواء وزارة التجارة، سواء وزارة التعليم أو الصحة. فجمعتوا أنتوا كل هذه التطبيقات وحطتوها في المصنع الرقمي. نعم، علمتوا على اسمه؟ لين الحين، لأن الحين في المطبخ خلينا نقول استرشيري على الواتساب. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله كل الشكر والتقدير مشاعل الحمادي. شيء جميل جدا أن نرى التكنولوجيا من المنظور الحكومي. شكرا لك أخوي علي، حياك الله. لا شك أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في صناعة بيوت ومبان أكثر فاعلية، ولكن الجمال لا يكمن فقط في العصرية والحداثة، بل يمتد إلى التراث والتاريخ والطابع الفريد للمنازل القديمة. جميلة جدا بيوتهم التقليدية. هذا البيت يسمونه الهانوك، قريبة جدا أيضا من بيوتنا، ولكن بدال شجرة الورد أكيد السدر في بيوتنا. الكثير يعتقد بأن كلما تطورت التكنولوجيا ابتعدت العائلة عن بعضها، هذا نظريا سليم، ولكن أعزائي كوريا لها رأي ثاني. تخيلوا أن كوريا الجنوبية أحد أكثر مصدرين للتكنولوجيا في العالم، وأيضا المصدر الرئيسي للتلفزيونات في العالم نفس LG وسامسونج وغيرها، معظم بيوتهم ما فيها تلفزيونات لأنهم مؤمنين بشكل كبير
بخطورة التكنولوجيا على الأسرة وتفكك الأسرة. فلذلك نفس المثل ما يقول طباخ السم ما يشربه ولا يذوقه. حتى وإحنا نتمشى في المولات وفي القهاوي نشوف مدى تلاحم الأسرة، يعني ما نشوفهم قاعدين على أجهزة إلكترونية، نشوف الحديث اللي بين الأسرة الدائر، الأب اللي ماسك يد بنته واللي أكلها في المطعم، تلاحم الأسرة جدا ملحوظ في كوريا. يعني شوفوا هذا البيت الجميل، ما في تلفزيون، في تلاحم الأسرة. ما شاء الله على المنظر الجميل. ومع دخول التكنولوجيا أصبح شكل المنازل والمدن مختلفاً، وصرنا نتحدث عن نسخ افتراضية ورقمية. في نيفر عملاق التكنولوجيا في كوريا تقنية يمكنها محاكاة مدينة بأكملها. سؤال كبير أعزائي، قيمة هذه الشركة وصلت إلى 26 مليار دولار وتصرف 20% سنوياً على البحث والتطوير فقط. يعني احنا نتكلم في السنة يصرفون 5 مليار دولار فقط عشان يقرؤون المستقبل. هنا السؤال. So this company spent 20% of revenue every year to predict the future. How do you read the future, Chris? So, well, take a look at our new technologies. I mean, those are the future. Simply, here's the future. So we've been using PCs before. Now we are using smartphones and tablets. Who knows what next in decade or so? So maybe robots can move around near us and help us in every way. So what are we looking at right now here? So for example, this robot is called M2. It's a mapping robot. It can move around and take pictures and in-depth area information. To build the 3D map? To build the 3D map. So it gathers all the information and then we send it to the cloud where our AI system is working. And the AI will build the entire digital building. تخيلوا أعزائي أن هذا الجهاز فقط معني أنه يدور بين المدن ويسوي مسح كامل وتنطبع المدينة 3D. عشان شنو؟ عشان يخدم زميلة اللي بيسوي التوصيل. أن هذا راح يوصل إلى تقريبا أمتار أو أقل من متر إلى مكانه. أنتوا تخيلتوا؟ يعني الآن عندنا إحنا مشكلة أحيانا نطرش اللوكيشن، وين اللوكيشن، وين الباب، وين البريد، وين الصندوق. هذا راح يوصل لي لأقل من متر في دائرتي أيا كانت الطلبية، سواء تجزئة أو ملابس أو أيا كان أو حتى طعام. Now there is a hot topic trending around the world, the smart cities. What right. are you introducing to smart cities? Great question. So we use similar technology for smart cities as well. So what we do is we take lots of aerial photos, and by combining those photos with our AI, we can create digital twin of the smart city. This entire city can become a digital twin. نشوف الخريطة هذه اللي أمامنا. هذه الخريطة اللي أمامنا يسمونها التوأمة. هي افتراضية ولكنها مطابق تماماً بنسبة وصلت إلى 100% للمدينة الحالية. وكل ذلك لأغراض البحث والتطوير. Okay, so you called it smart city. Does it have a brain? Does it think? There's a brain in the cloud, actually. And what we can do with the digital twin is we can actually simulate all kind of things, like flood, for example. If you have lots of rain coming down, which area would be most vulnerable for flood? Or if you say you have a big skyscraper that's planned, if you want to simulate the outcomes of that building, you can measure it very easily. Now I have seen the, in the United States, they are developing something very interesting. في الولايات المتحدة الأمريكية الآن قاموا يطبقون شيء جدا مهم، وهي السيارات الذكية في المدينة الذكية. يعني أنت تركب سيارتك، ما عندك سواق، السيارة عارفة وتقرأ كل السيارات اللي حذاها، والسيارة اللي مش ذكية راح تطردها السيارات الذكية. Are you planning this? Oh, that's a very good point. We are actually doing the similar, very same thing with our digital twin as well. If you have the digital twin of the city, we can add the lane information as well, and our self-driving cars can go around smoothly, just like you mentioned. أنا مرة وأنا أتكلم عن هالموضوع أتخيل اللي بطالعني الآن بعد 100 سنة. يمكن يضحك يقول لنا هذه صارت أشياء قديمة، شوف شو كانوا يتخيلون المستقبل. كأني أعرض عليكم الآن الآيفون وإننا بنحط كتبنا فيه وبنطرش إيميلاتنا فيه. بالضبط هذه اللغة أنا أتكلمها أعزائي. يعني بعد 100 سنة وإذا وصلنا المستقبل والسيارات صارت تسوق بروحها وتدخل في كلها متواكبة مع بعض، والمدينة تكون جدا ذكية، وحركة السيارات اللي موجودة والفيضانات المتوقعة وحتى الحريق المتوقع موجود عندهم أيضا من خلال الأبراج اللي موجودة. How would you see a smart car in the future? So we are keep researching on self-driving cars.
Actually, we have a demo working in our biggest data center, which was recently opened. And actually, that device is the device that we put on top of the car to gather road information. So you capture all the lanes information and the signage and, you know, the tunnels and everything. Yeah, but you're still researching this, Chris. Mm-hmm. And many companies like Tesla, mm-hmm. they have approved it can work, and it has been approved on the U.S. streets and many other right. streets. We have two self-driving cars that are running in our campus. No accident yet. No accident yet, no. اليوم حنعيش زمن المعلومة. من يجمع معلومة فهو الفائز. اليوم كوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على استقلالها الكامل بالمعلومات. يعني يوم بدأوا يبحثون عن جهاز بحث وحتى يوم بدأوا يدخلون على التجارة الإلكترونية أسسوا منصة خاصة فيهم هي الأولى في كل كوريا الجنوبية. كل ذلك لحفاظهم على المعلومة ولا يعتمدون على شركات أو حتى منصات خارجية وتكون معلوماتهم في الخارج. فاليوم هو زمن المعلومة، لم يكتفون فقط على التطبيقات بل أيضا على السيارات. Chris, thank you so much. You're thank amazing. You. Thank you. Thank you. أهلا بكم في الجنوب الغربي لفرنسا. موضوع في غاية الأهمية. كريس. Hi, how are you? Definitely a pleasure to meet you. Nice to meet you too. Chris, I'm excited to see your latest technology. Okay. But before we go, thank you for this welcome. And you My know pleasure. What, you know what إتقان means, Chris? إتقان, perfectionist. Oh. And you know why we are here? To film a perfectionist like yourself. Thank you. With our team, we are 45 people, mainly based in Bordeaux and in Paris and in Singapore, because we mainly focus on Singapore on the future of the city, smart city. So the idea is to understand what it will be the future and how technology can help the future to be better for human and to live in a nice place. أعزائي يعني هنتكلم عن الدراسات البسيطة الاستثمار فيها جدا مهم لأنه أنت تحكم عن مدينة بناء مدينة كاملة. فتخيلوا أن يبني مدينة بشكل واقع افتراضي يعرف مداخل الهواء من المدينة على أساسها يبدأ يبني الأبراج اللي فيها يبني ذكاء المدينة حتى إشارات المرور يوصلها مع السيارات والناس أيضا. هذه الطاولة هي طاولة العجائب. So Chris, tell me about this table. This table is a collaborative table. Thanks to this table, you can manipulate any kind of data, your product line, your future. Chris, remember when I called you, you told me I have Doha for you. Yes, for example, you can imagine that you plan to have a new train in Doha. Okay, you can manipulate any kind of data so that you can show some picture. You can, and at the end, you can use hologram thanks to this helmet, and you can see your train inside Doha. يعني عزائي باختصار هذه الطاولة الآن بنشوف الدوحة في أي مجال من المجالات، سواء في مجال الريل، في مجال البيئة، في مجال الاستدامة، حتى في البنوك، أي إن كان أبي اتخذ قرار معين عن الدوحة أجي أشوف الدوحة. الآن تبدو لي الدوحة مثل ما أشوف، أشوف الشيرتون، أشوف الفور سيزن، أشوف الهيلتون، والأجمل من ذلك أني حتى الأصوات أبدأ أقدر أسمعها. هناك الكثير من الحكومات تفكر اليوم بنقل العاصمة إلى مكان ثاني. كيف يتم نقل العاصمة أو بناء مدينة جديدة مثل ما صار عندنا في قطر؟ هناك أسس جدا مهمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، حركة الطيران، حركة الرياح، حركة المياه والكثير من العوامل أيضا. يعني هذه الغرفة غرفة عصف ذهني بالكامل مثل ما نشوف. مثلا نشوف تخطيط القطارات في المدينة، خلص من تخطيط القطارات خليها على جنب، فطلعت في الشاشة فوق تبدأ تكتمل عندنا الصورة بالكامل لأي مدينة في حال خططناها أو حتى أي مشروع أو حتى مصنع. So you told me about Singapore. You're working with Singapore right now. You have a contract. Yes. As a smart city. We are mainly working on smart city. Yes. The idea is to use hologram of kind, different kind of data, like pollution, wind, or temperature of the building, for example. And you can see in real time with a very special things as a AI, but hybrid AI. So we collect both, we merge. Is like. Can you show me or it's classified? Sure. Okay. Yes, please. أما قصة هذا الكتاب يا جماعة جدا مثيرة، بقول لكم عنها.
أما هذه المدينة أعزائي فهي أكيد توين تاورز سنغافورة. الآن هذا الأسبوع كامل يتم بحث المدينة هذه بمنظور واحد فقط بقول لكم إياه. So what are we watching now? Here we are watching the digital twin of Singapore. It's a tool to make a decision regarding pollution, any kind of event that happened and was not planned in front of this. So حط النظارة. كل هذا التخطيط هذا الأسبوع فقط دراسة حركة الرياح. Now we have an entire city of Singapore here, and you study it from all perspectives. Exactly, for planification, for crisis simulation, to help people around the city, to review the cities of the future, and to take the right decision for our planet. خلوني أقول لكم عن كريس مؤسس هذه الشركة. في 1993 كريس قرأ هذا الكتاب، كتبه واحد من خريجي MIT وأيضا واحد فرنسي، كتبه عن مستقبل البشرية. حتى اسم الكتاب العالم الافتراضي اللي احنا نشوفه اليوم بعد أكثر من 30 سنة من قراءته لهذا الكتاب. But how did you believe in artificial reality is the future? For me, just like a dream, and so I just want to follow this dream. And since 30 years now, it's still the same, very exciting to decide to make the future better around the human people. And technology can help the future. So it was exciting for me since the beginning. جميل، شوفوا الاستشعارات اللي استخدمتها قبل شوي في هذه كانت موجودة في هذا الكتاب قبل أكثر من 30 سنة. آمن فيها كريس بشكل كبير وغير مفاهيم عواصم ومدن حول العالم. كريس، thank you so much. Thank you very much. See you soon in Qatar. Thank you. تزداد أهمية التكنولوجيا في مجتمعاتنا إذ أصبحنا محاطين بأجهزة ذكية بشكل متزايد كل يوم، وامتد تأثير التكنولوجيا ليشمل حتى طريقة التخطيط العمراني والحضري. ونتيجة للتطورات التكنولوجية أصبحت الدول تتنافس اليوم على تحسين تحولها الرقمي وزيادة تفاعلها مع التكنولوجيا. قطر تؤكد دائما التزامها بتقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الحديث، ويعد المصنع الرقمي خطوة هامة تعكس ما وصلت له الدولة من تقدم واستشراف للمستقبل. فلنقرأ يا أمة اقرأ، نتثقف من جهل نقرأ، فقراءتنا وثقافتنا أول أمر في القرآن. فلنتفكر فلنتأمل نتدبر نبحر نتخيل، آفاق المعرفة سماء نطلق فيها كل عنان، بالعزم بنور الإيمان بالجد بصبر وتفان، نتقن في علم في عمل فالله يحب